أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأولى حواراتنا مع حضراتكم النهاردة في هذا الصباح جولتنا مع صاحبة الجلالة واستعراض لأهم وأبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح من قضايا وموضوعات وملفات مختلفة ومتنوعة. رحبوا معي بضيفي الكريم في استوديو هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حسام فاروق نائب رئيس تحرير مجلة حرية. أستاذ حسام صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير يا فندم. نبتدي مع حضرتك ومع السادة المشاهدين جولتنا الصحفية من الأهرام ومبادرة من قبائل سيناء بتسليم الأسلحة دون شروط، ضبط 15 إرهابيا وتدمير 45 بؤرة إجرامية ومخازن وذخيرة. هنتكلم في الأول عن المبادرة ومدى حياة الاستجابة أيضا لدعوة الفريق السيسي بأهمية تسليم الأسلحة وتأثيرها وتداعيات ذلك على الأوضاع الأمنية في سيناء بشكل عام. هو يعني خلينا يعني نتفق على حاجة، إن الاستجابة للمبادرة ده السلوك الطبيعي والطيب من أي مواطن بيحب بلده، خاصة لو كان البلد في ظرف استثنائي. فلما دعا للمبادرة سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي وفي خط متوازي الجيش تقريبا في حالة حرب ضد الإرهاب في سيناء، شيوخ وعواقل القبائل والعشائر في سيناء مدركين تماما لأن هم على الأرض، هم مدركين تماما للوضع، يعني غير احنا قاعدين هنا في القاهرة قد لا تكون الصورة بالنسبة لنا صورة بتصل لنا من وسائل الإعلام أو من الأخبار أو من الوكالات، ولكن هم بشكل مباشر الأوضاع الأمنية وأهلهم وذويهم وعائلاتهم وعشائرهم وعقائلهم، هم واخدين عارفين كويس قوي مدى الخطورة إذا بسط الإرهاب يده في 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 سيناء. ف يعني تثمينا منهم الدور واعترافا منهم بدور الجيش في تطهير المنطقه، هم بدلوا قبلوا المبادره بالموافقه، وطبعا وده شيء برضو نفسي لان هو مواطن سيناء الحقيقه، المواطن السيناوي تحديدا يعني على مر التاريخ المصري ليه دور، يعني عارف ان الحته دي من الارض اللي دايما فيها الطمع. فبناء عليهم بصراحه مشكورين جدا جدا استجابتهم للمبادره، وجاري كمان حاليا القوات المسلحه جاري التواصل اكتر مع القبائل لان في مساعده حاله الحرب، لان عندك وسائل اعلام مضاده، وسائل اعلام الجامعه واتباعها مثلا يعني كانت تصدر للناس الاعلام في الخارج ان الجيش يبيد المواطنين في سيناء بحبه الارهاب. ده كلام طبعا مش صحيح، الجيش ما هو قاعد على نفس الطاوله مع الشيوخ. ده استجابه يعني شيوخ القبائل في سيناء لهذه المبادره. وبعدين ليه كمان حضرتك ان كلمه شيخ القبيله ده سيف على الرقاب. تمام. وهناك ما فيش تهاون في يعني كل حاجه غاليه عندهم، كل حاجه غاليه، فكل حاجه بضوابط، كل حاجه بضوابط وذات قيمه، يعني قانون القبيله وقانون العشيره كل حاجه ذات قيمه عندهم. فكون يحصل ده فده بيؤكد كمان للعالم، ادي يا جماعه الناس اللي في سينا بيقولوا لنا ان احنا برافو عليكم طهروا كمان سيناء من الارهاب، مش زي ما بتنقل من في وسائل الاعلام الغربيه، بعض وسائل الاعلام الغربيه المأجوره كانت تقول الجيش يشن حرب في سيناء ولا يفرق بين الارهابي والمواطن السيناوي، قتل سيده وهي مشتى. كل ده كلام هراء ليس له اي علاقه بالواقع، بدليل الخبر الطيب اللي حضرتك بدات بيه. تمام. طب احنا ننتقل مع حضرتك ومع الساده المشاهدين الى اليوم السابع، والجيش والشرطه يستعدان لتامين الاستخفاء، الرئاسه بتدرس تعديل خارطه الطريق و150 الف ضابط وجندي وقوات خاصه في المحافظات الساخنه، والداخليه تجهز الصناديق الشفافه.
اولا فكره الاستعداد الامني واهميه الاستعداد الامني المكثف لاجراء الاستفتاء على الدستور، خاصه لما بنسمع من وقت للتاني دعوات من قبل الاخوان المسلمين وانصارهم في محاوله لربما افشال او افساد هذا العرس الديمقراطي القادم في الاستفتاء على الدستور. لنتفق ان انجاز الدستور هو اول خطوه فعليه تتحقق باذن الله وتكمل في خريطه الطريق. الجماعه واعواننا في الداخل والخارج كل هدفهم الان ليس ورقه الرئيس المعزول، ورقه الرئيس المعزول هم يدركون تماما انها انتهت وهذه الصفحه طويت، ولكن هم عايزين يعطلوا خريطه الطريق باي طريقه. طيب كلام واقاويل واشاعات زي ما حضرتك قلت، ولكن هناك برضو هناك افعال خبيثه تتم. يعني لك ان تعلمي ان قبيل مغادره السفير التركي او ان صح التعبير يعني قبيل طرد السفير التركي، تم ضبط نسخ مزوره من الدستور فيها تحريف الدستور الحالي، تم ضبط نسخ وبأعداد كبيرة دخلت البلاد، طبعت في تركيا ودخلت البلاد في حقائب دبلوماسية. طبعا ده له هدف ايه؟ فيه حوالي 27 مادة مشوهين لإظهار ان هذا دستور ضد الدين، ان هذا دستور ضد الفتنة. اذا هم الهدف تعطيل هذا العرس الديمقراطي، تعطيل هذه الخطوة، يعني تعتبر تلت الخريطة. انت عندك الخريطة ثلاثة، انت دستور، انتخابات برلمان، انتخابات رئاسية، هو ده التلت. احنا كده قطعنا تلت الطريق، هم عايزين يعطلوه بأي طريقة. الرئاسة من منتزه خالد سعد، السيد الرئيس المؤقت المستشار علي منصور يصدر قرارا بالاستفتاء على يدعو الناخبين للاستفتاء، ومن المنتظر او المرجح ان يكون ذلك قبل نهايه ديسمبر او في الاسبوع الثاني او الثالث على الاكثر من ديسمبر، ويتم الاستفتاء خلال يومين عشان ندخل السنه الجديده واحنا عندنا دستور ان شاء الله. الرئاسه تدرس ايضا مسودة الدستور الرئيس مع بعض مستشاريه، مستشاره القانون ووكيل ايضا معنا الدكتور الجنزوري بوصف مستشار للرئيس، يضيفون تعديلات بعض النصوص في الصياغه. الاستفتاء في مؤمن تماما، الداخليه في حاله استنفار، الداخليه والقوات المسلحه في حاله استنفار قصوى، هناك بعض المحافظات الساخنه التي للجماعه يد فيها بشكل او باخر، ستؤمن بقوات خاصه وبقوات من الصاعقه. ان شاء الله يعني التامين المفروض هو بيجرى على حسب يعني طبيعه كل محافظه اللي في كل احد التامين عموما بشكل عام موجود على الارض كاملة، ولكن بس في محافظات في مثلا السويس والبحري، برضه بعض المحافظات التي تتمركز فيها بعض قيادات الجماعة ممن لا زالوا يتلقون تمويلا لهم. المشكلة كمان ان الجماعة بتجيلها من الخارج فلوس فبتوزع، هي عايزة دلوقتي برضه تاخد نفس المعركة تشتري الاصوات. فانا اثق ان شاء الله في قدرات الجيش مع الشرطه مع المواطن المصري نتجاوز هذا. توقعات حضرتك فيما يخص حجم الاقبال ونسبه المشاركه في الاستفتاء على الدستور ايه؟ وقد ايه احنا محتاجين ناس كتير تنزل، لان ده هيكون رساله حقيقه داخليه وخارجيه ايضا للعالم كله ان 30 يوليو ثوره حقيقيه، وان احنا فعلا محتاجين ان احنا نتكاتف ونتضامن مع بعض في تنفيذ خارطه الطريق. يعني انا بشكل شخصي اتوقع ان شاء الله، يعني واتمنى على الله ان هذا يحدث، ان هذا الاستفتاء يتم بنسبه تتعدى ال 75% ان شاء الله. لنعم تمام. المواطن المصري بعد ثوره 30 يونيو ادرك تماما اهميه صوته، ادرك تماما اهميه دوره في تحديد مصيره ومصير الوطن ومصير ولاده من بعد منه، فبالتالي مفيش حد هيقعد في البيت. تمام. ولكن مثلا احنا دلوقتي كمان هو عنده وعي على فكره، مش هينفع تقولي له ده كذا، لا الناس انا شايف الناس بتنزل تشتري نسخ او تقول لك هي نزلت على النت، طب انا عايز اسحب. ناس مواطنين عاديين جدا، يعني يعني معذره من ابن البواب بتاع العماره لقيته بيطبع نسخه عايزين نقراها. وكذلك فئات بسيطة جدا اللي بقى فاهم دلوقتي ان هو اللي بيشارك في صناعة دستور بلده، فهيبقى فيه ان شاء الله اقبال قد تحدث مناوشات من الجماعة التي تلعب في الربع الاخير من حياتها. لكن كل ده ان شاء الله باذن الله تحت السيطرة. يعني هل الامر مرتبط بالمناوشات او الاشتباكات او اثارة العنف والبلبلة في يوم الاستفتاء على الدستور، ولا هيحسبوها حسبة تانية خالص ان هم يشاركوا ويصوتوا
الدستور بلا ضد الدستور. مش بس كده، هم يعني انا اتوقع لان انت لو لاحظت ان تحالف ما يسمى بدعم الشرعيه، وانا اراه طبعا بدعم الارهاب، اصدر تهديدات صريحه مش تصريحات، انا بسميها تهديدات، ان اقتربنا من تعليق المشانخ للانقلابيين والكلام الهراء اللي هم شغالين فيه ده، فتوقعي ان يحصل فيه بعض احداث العنف، وكل ده متصل بالتنظيم الخارجي للاخوان، في التنظيم الاعلامي للاخوان في الخارج، احداث عنف من جانب اخر، الحشد للتصويت بلا مستغلين بعض الثغرات والتأويل في الصياغه والتحريف في صياغه بعض المواد في بعض النسخ المزوره اللي وزعوها على الاقاليم، طلع انه اكثر من 2 مليون نسخه دستور مزور في 27 ماده، اللي هي ماده الهويه وماده مدنيه الدوله وماده حقوق المراه وماده حقوق الاقباط، هم عايزين يوصلوا هذا الدستور. طب شايف ان الامر او الموضوع مرتبط بنسخ مزوره او غير مزوره؟ يعني فكره ان في ناس كتير شايفه انه اللي مؤمن بثوره 30 يونيو هينزل وهيصوت بنعم، واللي مع الاخوان او المناصرين والداعمين والمساندين بشكل كبير لجماعه الاخوان المسلمين هيصوتوا بلا، بصرف النظر ان في نسخه مزوره او طبعا بصرف النظر عن قراءة يعني بنود ونصوص الدستور المصري الجديد، هم واخدين موقف في العموم بعيدا عن قراءة مسودة الدستور. في هذه النقطة حضرتك عندك نموذجين من المواطن المصري، النموذج اللي هو ضاق صدرا بجماعة الإخوان والسنة الكئيبة اللي كانت موجودة فيها في الحكم، فهو رايح زي ما حضرتك قلتي عارف وجهته، بيقول إن مفيش ليس أسوأ من مكان، مفيش أسوأ من السنة اللي فاتت، ولا من دستور الإخوان ولا من نظام حكم الإخوان ولا، فهيقول نعم أيا كان مش عايز أقرأ ده اللي بقدم الشيخ على بابه، هيقول نعم. في نموذج تاني من المواطن المصري هو أي نعم رافض لحكم الإخوان ورافض لسيطرة الجماعة وما كان يحدث من بيع للبلد، ولكن هو يقرأ، وهذا النموذج الثاني يقول لك الدستور في مجمله جيد، الدستور حقق على الأقل يعني معظم اللي أنا عايزه، وهو ما فيش دستور في العالم الكل بيتفق عليه، ولكن سنقول نعم ده يعني مواطن قرأ واستوعب وعرف ان في برضه بعض الحاجات هي مش عاجباه، ولكن في المجمل هذا الدستور مرضي تمام، وخرج التصريحات حتى من جماعات سياسيه، ولما اخرها كان تصريح حزب النور بالامس وتصريحات الدكتور ياسر برهاني الدعوه السلفيه، اذا فاحنا قدام نعم بشكل ان شاء الله بشكل واضح وصريح، لان ما ذاقه الشعب في العام المنقضي من نظام حكم الاخوان طبعا عمره ما هيمر على البلد حاجه زي كده. طيب احنا ننتقل من اليوم السابع الى اخبار اليوم ووزير الداخلية الموافقة ل 73 منظمة دولية ومحلية على مراقبة الاستفتاء على الدستور القادم ان شاء الله. استاذ حسام، يعني دلالة يعني ان يكون في اكثر من منظمة دولية وعالمية تراقب او تتابع سير عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور. انا شايف ان ده تصريح برضه في وقته وفي محله لاسباب كتيره. انت عندك خرج في 30 يونيو ما يقرب من 33 مليون، في 3/7 تقريبا نفس النسبه، في 26